الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفوض أمرنا الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ولزينب نوح لفقد شقيقها، تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي اليوم أصبغ في عزاك ملابسي وويلا. اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأهطل ساكبات، ألا دمعي اليوم شبوا نارهم في منزلي، هي وتناهبوا ما فيه حتى مقنعي. أبا عبد الله اليوم قادوني بذل يا أخي وويلا. اليوم قادوني بذل يا أخي، والصوت آلمني وأطفالي معي بأي حال.
الحالة يا زينب، قالت منهوبة مضروبة مسلوبة، حتى الخمار وبرقعي أنعم جوابا يا حسين، أما ترون يا شمر الخنا بالصوت كسر فأجابها، لكن من فوق شاهقة القنوط، فأجابها يا من فوق شاهقة القنا، قضي القضاء يا زينب فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى واعلمي ما كنت أصنع في حماهم فيا يا أصنعي يا زينب يا زينب، بس هلا هلا في سكينة وفي أخوة، بس هلا هلا في سكينة وفي أخوها، لا من بجت يا اختي سكينة سكتوها، هي والله لا من بجت يا اختي سكينة سايا كتوها ويلي تراهي مكسورة الخاطر بعد عمها وابوها والله مكسورة الخاطر بعد عمها هو جواب زينب إلى أبي عبد الله، تقول أخويا أخويا أنا بعيني لبهري لك عيالك، أنا بعيني لبهري لك عيالك عيالك، وأنا بروحي لسكت لك أطفالك، هي والله وانا بروحي لسكت لا يا ياك اطفالك، خويا خويا نروح كل احنا في دالك، هي قشرة تراه تصير عيشتنا بلياك بلياك بلياك، يا والله قشرة تراه تصير عيشتنا يا بلياك، وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر،
أبيها لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفاقد بنيها. طيب وأفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. سؤال موجه والإجابة فيه على نحو الاختصار: يا ترى هل أن سيدتنا ومولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها قد كانت معدة من قبل عاشوراء لأن تستلم هذه المهمة الكبيرة التي أنيطت بها؟ تعلمون أيها الأحبة أن الدور الزينبي دور عظيم جدا. بمجرد أن سقط أبو عبد الله الحسين على بوغاء كربلاء بدأ دور مولاتنا زينب، وتمثل هذا الدور في أكثر من جهة وجبهة، فهي المسؤولة عن صيانة خط الإمامة، وذلك من خلال حفظ الإمام زين العابدين. ولربما مر عليكم في البارحة من ضمن أحوال ليلة الحادي عشر أنه في عصر يوم العاشر دخل شمر لعنه الله على خيمة الإمام السجاد وهم أن يقتل الإمام السجاد، فتدخلت مولاتنا زينب وحالت دونما أن يقتل، قالت له: إن كنت قد عزمت على قتله فاقتلني دونه، فعزف عن قتله للإمام زين العابدين. وهذا دور عظيم جدا، دور المحافظة على خط الإمامة. وتكرر هذا الموقف أيضا في مجلس عبيد الله بن زياد وفي مجلس يزيد لعنه الله. هذا دور آخر قامت به جمع النساء والأطفال وحمايتهم والحفاظ عليهم ومتابعة شؤونهم، وهذا دور عظيم جدا، وليست هي طفلة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، وإنما عدد كبير من الأطفال وعدد كبير من النساء الأيامة، وهي مسؤولة عن هذا العدد الكبير. دور ثالث وهو الدور الإعلامي في مناهضة الظالمين وكشف الحقائق والتصدي لزيف إعلام بني أمية، وذلك من خلال الخطب التي كانت تخطبها والأشعار التي كانت تنشئها والمواقف التي كانت تحدثها في الطريق نحو الشام رجوعا إلى المدينة، ثم الخطب التي كانت تخطبها في مجلس يزيد وعبيد الله بن زياد، وحتى لما وصلت إلى المدينة. دور إعلامي جبار كبير جدا قامت به مولاتنا زينب. من جهة الرابعة شحذ همم الرجال ودفعهم نحو نصرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فقد ساهمت بمجموعة من أولادها وقد حاولت بكل ما أوتيت من طاقة ومن قوة أن ترفع من همم الرجال، حتى أن الإمام الحسين سلام الله عليه كان يستعين بزينب في كثير من المواقف، كلما خرج إلى القتال ورجع ثانية كانت هي المسؤولة عن تضميد جراحاته بأبيه وأمي، وهذا دور أيضا من الأدوار الكبرى التي قامت بها زينب. الدور الآخر أو الدور الخامس من الأدوار دور التطبيب ومعالجة الجرحى ومتابعة شؤون الإمام زين العابدين الصحية، ولعله مر عليك من أحداث ليلة عاشوراء ما يرويه المقرم في مقتله، يقول: الإمام زين العابدين كنت في خيمتي وكانت خيمتي بجانب خيمة أبي، وكان أبي يشحذ سيفه أو يصلح سيفه وهو يقول: يا دهر أف لك من خليلي إلى آخره، وكانت عمتي معي في الخيمة تمرضني. يعني دور التطبيب قامت به مولاتنا زينب. إذن أدوار عظيمة جدا قامت بها سيدتنا ومولاتنا زينب. السؤال: هل كانت معدة قبل هذا اليوم؟ هل كان هناك مجموعة من الإعدادات لهذه المرأة حتى تتحمل كل ما نزل عليها؟ أو أنها وجدت في كربلاء على نحو الاتفاق
فاكتشفت نفسها أنها مسؤولة عن كل تبعات وتداعيات مسرع أبي عبد الله الحسين، ولم تكن مستعدة لهذه الأدوار، ولم تكن مهيئة لا نفسيا ولا جسديا ولا حتى علميا، وإنما وضعت في موقف فتصرفت فأتقنت حسن التصرف. هو هذا أو لا؟ كانت معدة ومهيئة، وكانت هناك جهود تبذل من قبل الأئمة في صقل شخصيتها وإعدادها لهذا اليوم الذي نحن فيه، وهو يوم 11 من المحرم، استمرارا إلى أن ترجع بالقافلة إلى المدينة المنورة. سؤال، الجواب أن السيدة زينب سلام الله عليها أعدت إعدادا تاما من كافة الجوانب وعلى كافة الأصعدة لاستلام هذه المهمة الكبرى التي أنيطت بها، والتي تمثلت في عدة جوانب: الدور الطبي والدور الإعلامي والدور التضحوي زين، وبقية الأدوار التي قامت بها سلام الله عليها. كانت مهيئة، صقلت شخصيتها. تقول كيف أنت بإمكانك تنسج هذه الفكرة من خلال ما عندك من شواهد في سيرة مولاتنا زينب سلام الله عليها؟ يعني هناك مجموعة من الروايات تتوارد عليك أيها المؤمن طوال السنة، أنت عندما تستجمعها تكتشف أن السيدة زينب كانت مهيئة تمام التهيئة ومجندة ومعبأة لهذه المواقف التي الآن تتصدى إليها في طريقها إلى الكوفة ثم إلى الشام، رجوعا إلى كربلاء وصولا إلى المدينة. مواقف كثيرة، خلنا نأخذ بعض اللقطات من سيرتها حتى نثبت فكرة أن السيدة زينب معدة تمام الإعداد والتهيئة لاستقبال هذه المهام التي أنيطت بها. أولا، منذ أن كانت طفلة صغيرة تعدو على الأرض، كانت محل اهتمام عند النبي صلى الله عليه وآله، وكان النبي بين فينة وأخرى يبين عظمة هذه الطفلة وعظمة الموقف الذي سوف تتقلده عندما تكبر. يعني تصور وهي طفلة صغيرة ينظر إليها رسول الله صلى الله عليه وآله فيبكي، فتقول له الزهراء: أبا مما بكاؤك؟ قال: أبكي لما سيحل على ابنتي هذه البنت راح تمر بنكبات وعقبات، وراح تمر بمجموعة من البلايا والامتحانات. فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم حدث الزهراء ببعض ما ستتعرض إليه هذه البنت، فبكت الزهراء ثم قالت: ما لمن بكى على مصابها؟ الرواية أنت تحفظها. فقال النبي صلى الله عليه وآله: له من الفضل أو له من الثواب كمن بكى على مصاب أخويها الحسن والحسين. شلون من ثواب معد لمن يبكي على الحسين؟ ثواب الدمعة التي تقطر على خدك بإخلاص تطفأ نار سجرها جبارها بغضبه، تغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. هكذا هو نفس الثواب مرصود لمن يبكي على مصاب هذه المرأة. هذا فيه دلالة واضحة أنها منذ أن كانت طفلة صغيرة وهي معروف مستقبل هذه البنت إلى ماذا سيؤول. هذا موقف. الموقف الثاني الذي دائما وأبدا نذكره ونتذاكره في يوم عاشوراء، بس احنا نتلوه تلاوة سريعة لأنه ضمن فترات المسرع، لكن هو محل توقف، وهو أنه السيدة زينب سلام الله عليها لما أراد الحسين أن يخرج إلى مصرعه قالت له: انزل لي عن جوادك. فنزل عن جواده: حل لي عن أزرارك، كشف لي عن صدرك ونحرك. كشف عن صدره ونحره، شمت قبلت، ثم توجهت جهة المدينة: السلام عليك يا أمه، لقد استرجعت الأمانة، أديت الوصية كما هي، ما ذاك يا أخي شنو صاير؟ فأخبرت أنه أمنا لما كانت على فراش المنية أوصتني بهذه الوصية، قالت: إذا وصلتم إلى كربلاء ورأيت أخاك الحسين وحيدا فريدا وأراد الخروج إلى مصرعه للقتال إلى المعسكر، شميه وقبليه في صدره ونحره. زين، سؤال هنا:
لما توفيت الزهراء شقد عمر السيدة زينب؟ 5 سنوات. يعني من 5 سنوات هي عندها خبر بما سيؤول إليه الأمر مع الحسين في كربلاء. إذن هي معبأة منذ أن كانت صبية صغيرة طفلة تعدو على الأرض، لا زال جدها رسول الله موجود على قيد الحياة، لا زالت أمها الزهراء موجودة، وهي مهيئة تمام التهيئة ومعبأة وفي ذهنها أنه سوف تؤول إليها أمور كثيرة من بعد مقتل الحسين. هذا موقف ثاني. الموقف الثالث، لما بلغت مبالغ النساء وتقدم الرجال لخطبتها، فمنعهم أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى أن قال مقولته عن رسول الله: بنونا لبناتنا وبناتنا لبنينا. فزوجها من عبد الله بن جعفر، كلنا نحفظ العقد صحيح. شنو كانت شروط العقد؟ واحدة منها أن لا يمنعها إذا أرادت السفر مع أخيها الحسين. يعني ايش معنى هذا؟ معناه انه سياتي يوم من الايام يا عبد الله بن جعفر انت ما راح تتوفق الى ان تحضر واقعه كربلاء، وراح يحتاج الحسين ان يرفق معه اخته زينب، فلا تمنعها، هذا شرط اساسي من شروط العقد. هذا يدل على ماذا؟ يدل على ان هناك تهيئه سابقه الى شخصيه السيده زينب، صقلت تمام الصقل لأن تستقبل ما سيحل عليها من بعد مصاب أخيها الحسين. هذا أيضا شاهد ضم إلى سجل الشواهد التي تدل على أنها مهيئة. بعد خذ موقف أخير، الموقف الذي جرى بين الحسين وبين محمد ابن الحنفية في مكة المكرمة، لما قال له: أخي إن كنت تعلم أنك مقتول لا محالة، فما معنى حملك هؤلاء النسوة؟ قال: شاء الله أن يراهن سبايا على أقتاب المطايا. يعني الإشارة إلى زينب: زينب ترى بيجي يوم راح تأخذون من بلد إلى بلد سبايا، وإنتين المسؤولة عن كل هؤلاء. وبالفعل أخذت على عاتقها. طبعا هناك شواهد كثيرة، بس هذه بعض الشواهد. أخذت مولاتنا زينب على عاتقها، منذ أن سقط أبو عبد الله الحسين استلمت مولاتنا زينب زمام الأمر من بعده، وتقلدت الحال وصارت تدافع عن النساء عن الأطفال. البارحة زينب ما نامت ولا هولت عينها ولا طرفة عين، كل شوي تطلع تبحث عن طفل وعن طفلة، ساعة تروح تبحث عن رباب وتجيبها من جسد الحسين، شوي وإذا رقية بعد رايحة فارشة سجادة وتنتظر متى يأتي والدها وتجيبها وتدخلها إلى داخل الخيمة، شوي وإذا أم كلثوم وخي زينب عندي 2 أطفال ضاعوا ولا أدري وين راحوا، وتبحث عنهم وتجيبهم، جثتين ميتين قد احتضن أحدهم الآخر. وهكذا إلى أن خرجت عليها الشمس هذا اليوم، وزينب ما غطت عيونها، ما هومت عينها، كأني بها تنظر إلى الشمس وتخاطب الشمس: يا شمس لا تبزغي. إيه ليش زينب؟ ليش ما تخرج الشمس طبيعي كل يوم تطلع؟ قالت: لا لا يا شمس لا تبزغي، كي ما ترى زينب حسرة ما عليها. يا شمس لا تبزغي، كي ما ترى زينب حسرة ما عليها خمار. وزادت البنت على أمها من دارها تسبى إلى شر دار. يقولون هذا اليوم أمر عمر بن سعد لعنه الله بحز الرؤوس، واشتغل لك أزلام بني أمية صاروا يحزون الرؤوس رأسا تلو الآخر، بدأوا يتقاسمون الرؤوس، كل قبيلة تأخذ حصيلة من الرؤوس حتى تتقرب بها إلى طاغية الكوفة، إلى أن انبرت قبيلة من القبائل قالت: لا إحنا ينقصنا بعد رأس من الرؤوس، بعد قاصرنا رأس، ما يصير إحنا أقل من غيرنا من القبائل. زين من وين؟ بعد كل الرؤوس احتزت. فقال أحد الأعداء: قال بلى بلى، هناك جثة واحدة إلى الآن ما حزينا رأسها. أي جثة هذه؟ قال: جثة عبد الله الرضيع. حتى عبد الله الرضيع اللي عمره 6 أشهر
زين وين جثة الرضيع؟ قال أنا ما أدري، لكن أنا شفت الحسين حفر له حفيرة خلف المخيمات ودفنه هناك. جاءوا خلف المخيمات صاروا يبحثون، الأرض شاسعة وكبيرة، يحفرون كل الأرض، ما متوقع هذا الشيء. زين ماذا يصنعون؟ صاروا يوخزون الرماح في التراب، يوخزون الرماح، إلى أن واحد منهم وخز رمحه ثم استخرجه وإذا عليه آثار الدم. بدأوا يبعثون في التراب ويعبثون، وإذا بهم يستخرجوا جثة عبد الله الرضيع. عمد أحدهم إلى هذه الجثة واحتز الرأس وشالوا رأس عبد الله، هذا الرأس الصغير اللي صاحبه عمره 6 أشهر على رأس رمح. التفتت زينب إلى هؤلاء الأزلام، ما أقسى قلوبكم؟ شنو هالقلوب هذه؟ طبع الله عليها أم على قلوب أقفالها قست القلوب فلم تمل لهداية؟ تبا لهاتيك القلوب القاسية. عند ذلك أمر عمر بن سعد بأن تدفن جميع أجساد أصحابه، فلما دفنت قالوا يا أمير أندفن جسد الحسين مع أصحابه؟ قال لا، دعوهم طعمة للسباع. ثم قربت النياق العجاف حتى يأخذون عليها بنات الرسالة. تقدم أزلام بني أمية يريدون يركبون النساء. التفت زين العابدين إلى عمر بن سعد قال سود الله وجهك يا ابن سعد، ابعد رجالك وعتاتك عن النساء لتركب النساء بعضهن البعض الآخر. فصارت كل مرأة تركب الثانية، إلى أن لم يبقى إلا زين العابدين وزينب. التفت زين العابدين إلى عمته، عم دعيني أركبك. قالت لا يا بني أنا راح أركبك يا ولدي. قال عم زينب إن أنت أركبتيني فمن يركبك؟ من اللي يركبك يا زينب؟ كأني بها أشاحت وجهها جهة المشرعة، أنا رايحة رايحة للعباس أقعد، أنا رايحة رايحة إلى العباس أقعد وركب جفوفة فوق زندة زندة، وقل لزينب زينب بشدة خويا خويا من تلي جبتني وبيدك يا خويا ركبتني هذه المحامل. قوم ما سمعت جواب من أبي الفاضل، كأني بها توجهت بوجهها إلى جهة الحسين. نور عيني أبا عبد الله حبيبي حسين خويا لا تقول ما عندك مروه، ولا تقول ضيعت الأخوة، أنا ما خوذة يا حسين. قوة قوة شوف العبد بيه إيش سوى إيش سوى صوت علمتوني. كأني بها ما سمعت جوابا من جهة الحسين، وين راحت بفكرها؟ توجهت توجهت إلى جهة المدينة، صارت تخاطب أمها، أم فاطمة يا يمه يا يمه تعالي تعالي شوفي كربلاء اش سوت، اش سوت بحالي حالي حالي العزيزة بغير. التفتت إلى زين العابدين، إنعم يا أبا محمد ما عندي أحد يركبني. توكى أبو محمد على الأرض، عم زينب ضعي رجلك على كتفي واركبي على ناقتك. هذا وزين العابدين يرتجف من شدة المرض، وطأته برجلها
بس من شدة المرض اهتز الإمام فسقط على الأرض فسقطت زينب. مرة ثانية ثالثة ما تمكن، يقولون جاءت فضة وأركبت مولاتنا زينب. الآن بقي زين العابدين، من يركب زين العابدين؟ جاز لهم بن أمية حتى يركبوا زين العابدين، وضعوا على ناقته صار يتمايل يمينا وشمالا. جاءوا إليه بحبال ربطوا رجليه من تحت بطن الناقة، ثم وضعوا عليه تلك الجامعة وبعض الأرطال من الحديد حتى لا ينوب رقبتي يمينا ولا شمالا، حتى تخرس تلك المسامير في رقبة إمامكم. ثم حركوا تلك الجمال العجف بغير غطاء ولا وطاء. قال ابن سعد مروا على النساء، مروا بالنساء على الأجساد حتى تنفجع قلوب النساء. تصور كل مرأة تمر تنظر إلى عزيزها مرمي على بوغاي كربلاء، صار الصراخ صار النداء، هذه تنادي آه وآخا، تلك تنادي وابتا، هذه تنادي وابناه، كل واحدة تندب على فقيدها. لما مرت زينب على جسد أبي عبد الله همت أن ترمي بنفسها من على ناقتها، وإذا بالصوت من جهة زين العابدين: عم زينب عم زينب ارأفي لحالي رفقا بي يا عم، رفقا بي يا عم، والله لا طاقة لي على ذلك، ودعي الحسين وأنت على ظهر الناقة. حملت على الأكوار بعد خدورها، الله ماذا تحمل الأكوار، فوداعة الله يا جسد حامض عيني. فوداعة الله يا جسد حامض عيني، ساقوا مطايان العدا وقوة مشيني. ودعتك الله يا طريح ظل عريان، ودعتك الله يا طريح ظل عريان، يا ليت خلوا لك يا خويا ثيابك اجفا. سقط طعن عنكم ووالي الحرم وجعان، كل ما سمع طفلتي ونيدير عينه، كل ما سمع طفلتي ونيدير عينه. ودعتك الله يا ذبيح محتضب ماي، عنك يا نور العين سافرتي بيتاماي، يا مقطع الأوصال لو يحصل على هوا، ما فارقت جسمك يا سلطان المدينة، ما فارقت جسمك يا سلطان المدينة. ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة، يا حجاب صوني ناقتي عجفة وهزيلة. ما حد بقى منكم يا عقلين التجيلة غير العليل وفوقنا قم قيدينه،
غير العليل وفوقنا قم قيدي ولفوداعة الله يا عرايا بحار الشموس سرعة وعليكم يا اخوتي خيل العدة خيل العدة دوس انا اقعد وياكم لو اسافر واتبع واتبع الروس بيتامكم شمري الخنقة وضضعون وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف كل مريض، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوى حالنا بحسن حالك يا كريم يا رب. اللهم عدنا على هذه الليالي والأيام ونحن في حال أفضل من هذا الحال. اللهم تقبل منا عملنا هذا القليل بأحسن القبول. أعدنا على هذه الليالي والأيام جيلا بعد جيل. اللهم لا تحرمنا خدمة أبي عبد الله الحسين. اللهم اجعلنا وجها بأبي عبد الله الحسين. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا أقدام صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه وعليهم السلام. إلى روح موتانا موتاكم من مات على الإيمان، موت المؤسس والحاضرين ومن مضى من هذا الجمع، نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.